الكرام، مرحبا بكم في حصتكم الأسبوعية ما ننساوش نوبليون بو التي تأتيكم كل يوم أربعاء عبر إذاعة من لا صوت لهم غاديو دي سونفو. أم المفقود بوعبد الله عزيز التي تم اختطافه يوم 12 أفريل 1997 من البيت العائلي. مرحبا بك سيدتي. شكرا. السلام عليكم. بارك الله فيكم. عائلة المفقودين منذ سنة 1998 وهم يوقفوا أمام مجلس حقوق الإنسان لمعرفة حقيقة ذويهم، أي حقيقة المخطوفين، وانت أم عزيز كنت من الأوائل في هذه الوقفات، لكن من هذاك الوقت ما كنتيش تراطي الوقفات تاعك. لكن منذ بداية تفشي جائحة الكورونا في الجزائر قررتم حظر الوقفات إلى إشهار لاحق خوفا من هذا الفيروس، لكن 3 جوان قررتم العودة إليها. كيف اتخذتم هذا القرار؟ السلام عليكم. اتخذنا هذا القرار مع الأخوات اللي عندهم أولادهم مفقودين كما وليدي مخطوفين. نتكلموا يعني معليش كنا ما نروحوش للوقفة خوفا من هذا الوباء، ولكن كنا على اتصال بعضنا بعض، كنا نتكلموا كيفاش ومن بعد يعني قررنا أننا نعاودوا نولوا للمدرب ديالنا والوقفات ديالنا اللي رانا ملي بديناهم. انا بديتهم من نهار اللي الدولي وليدي من 97 وما حبستهمش حتى جات هاد الجائحه تاع كورونا، ولكن دوك رانا عاودنا ولينا ونكملوا ان شاء الله المشوار حتى ظهر الحقيقه وتطبيق العداله لاخر مختطف. اكو كي تخرجوا كي توقفوا ديروا تدابير وقائيه بيناتكم. نعم نعم، نديروا لي بافات، نخلوا لي سباس بيناتنا، عندنا الكوليرا في دينو معنا، يعني لا رانا خادين تدابير الوقائيه ما كاش مشكل. كي توقفوا انتم على بنبلي توقفوا كما حقوق الانسان، وكاين تما المره كي يشوفوكم الناس في هذا الوقت قاعدين وشابدين تصور ولادكم ما يقولوا لكم والو؟ لا كونترير، انا صايبين تضامن كبير من الشعب الجزائري من المغرب. حنا نقعدوا على راسي في هذاك هي مضرب، لازم تما ان شاء الله مستقبلا يديروا لنا انستال تاع عائله المختطفين، نديروا انستال تما الذكريات اللي الاعوام اللي جوزناهم، الاعوام السوداء والبائسه والبكاء والاختطاف والحصن، جوزنا كاع انواع المشاكل اللي يقدر يتصورها الانسان. يعني انت تسمحي لي تقولي لي باللي قصه حياتكم راهي كامل تما في هذاك الرصيف؟ نعم نعم، عندنا حكايات، بكينا تما، ضحكنا، الحصن كل غار وكيفاش، عندنا ذكريات بعضنا بعض، وساعات ولا نكونوا قاعدين هكذا وحدنا رانا نبداو نصور ولادنا وترجع لنا هكذا ذكريات نبداو نضحكوا، شتي شفتي هذاك واش كاين واش كاين. انا يا بنتي والشعب الجزائري راه متضامن مع القضيه تاعنا. اليوم رحنا قاعدين حتى جاء واحد الانسان، وليتو جابوا لنا قرعه تاع الماء، قالوا لنا سخانه هاكو شربوا الماء تقدم سعيده بالكيسان، يعني كتر خيرهم الناس متضامنين مع القضيه وحاسين بينا. يعني كي تشوفوا هذا التضامن يزيد لكم في القوه عزيمه. نعم نعم، اصرار وعزيمه اننا ما نحبسوش وما راناش حابسين، نحبسوا نهار اللي نعرفوا حقيقه داوينا، نعرفوا وين راهم، يبينوا لنا الحقيقه، ما راناش طالبين المحال، ما رانا دايرين والو، نحوسوا معرفه الحقيقه وتطبيق العداله هذه في دوله القانون. يا اخي يقولوا احنا دوله القانون، يوريو لنا يا اختي بلادنا وين راهم، نهار اللي يعطونا الحقيقه ونعرفوا الحقيقه كامله راح ندخلوا لديارنا. حتى حنا يعني هنا مزنق.
عينا نزنق يا بنتي، ورانا كبار، صغيره فينا هي 63 64 سنه، رانا عينا عينا، الشتا علينا، البرد علينا، السخانه علينا. احنا جانا ماذا بينا يعني لو كان الدوله تاعنا تاخذ بعين الاعتبار بجديه لهذا الملف وتقول لنا كاع حقيقه ولادنا. احنا جزائريين وما عندناش بلاد غير بلادنا، ولكن ولادنا لو كان داوهم بنات واحد اخرين ولا رفدوهم قال الله غالب ما نقدروش نديرو. صح، وانا وليدي خطوطي في الجزائر في من دارهم وقت الكوبغوس اللي جاو الدواه، الدواه من الدار. اما لا دوكا كيما الدواه يجي يقولوا لي حقيقته، ما راني يعني ما عندي، ما راني راح ندير نعرف حقيقه معرفه حقيقه وليدي ونوكل ربي. هذا ما كان ربي هو يديها يدير شغله. واش كان دوك نولوا العائله الصغيره تاعك، افراد العائله تاعك، واش كان الرد تاعهم من هذا القرار اللي خديته هي العوده الى الوقفات؟ يعني والله غير ولادي عمرهم ما عارضوني، ولكن خافوا عليا. انا ديجا مرت في رمضان، خديت واحد المرضى نقول لك صح صح ما عنديش، راح غادي نعاود نوقف كامل على رجليا. صافي كي شافوني بديت نوجد في روحي باش نروح، يا يما وراكي مريضه وراهم يقولوا بلي مازال، قلت لهم مازال ولا ما مازالش، انا نروح ناخذ الاحتياطات تاعي، نواسي الوقايه، ندير الكمامه هذيك ونعاود نولي حتى نهار اللي يقولوا لنا، يعني ياخذوا قرار انهم ياخذوا بجديه هذا الملف ويقولوا لنا واش كاين وخلاص. هذا كان ما راح نديروا والو، ما راح نديروا لا ثورة لا والو، نوكلوا ربي، نعرفوا مضرب ولادنا وين راهم واش صالهم وخلاص. هذا ما كان بصح، ما نقدرش انا نقعد في داري. انا نقول لك الكبده تاعي راهي مقسومه، عندي ولادي بصح صرف تاع الكبده تاعي راهو مقطع، راهو مرمي كالكبة، راني قطعه من جسمي راهي في كاش جهه، راني نحوس عليها باش نطم كاع الاعضاء تاعي ونطم كاع جسمي ونولي كيما الناس. دوكا راني مخصوصه يد، مخصوصه رجل، مانيش عارفه، راني مخصوصه جسمي ماهوش كامل. ان شاء الله تعرفوا حقيقه داويكم وين راهم ولادنا، كيما 1998 وانتم شعار واحد وين راهم ولادنا. انا قلت 1997، شوفي كل وحده وقتاش كانت عندها يعني المأساة اللي صارت لها، كله وتما اللي تعاقلنا كامل، وحده في 97 وحده 98 وتلاقينا ولينا خواتات وعائله. عائله وحده. واش في الاخر واش تقولي للعائلات اللي مازالهم شويه مترددين، اللي راهم شويه خايفين باش يعاودوا يولوا الوقفات تاع الاربعاء تاعكم؟ شوفي انا واش نقول لهم، نقول لهم يا ناس يا ناس، هادو ولادكم، هادو كدتكم اللي داوها، وما تخافوا والو، واش راحين تخافوا، خذوا الاحتياطات تاعكم، ديروا لابافات، ما تمحوهاش، ديروا هذاك الجال ورواحوا. يعني لازم الاتحاد، نقدر نقولوا بلي ما ملي يسكنوا بعيد ما كاش طونسبور، ما كاش يعني مبلغ كيما الدنيا كنتي دايرين في الكونفينمون. نتوما ثاني كاين بعض العائلات اللي كانوا مالغري الكونفينمون سوغ فيسبوك يخدموا سوغ لي ريزو سوزيو، ما حبسوش يبارطاجيو، يقدر بلاصتهم يخدموا خدمه. هذه هي لا لا دوكا خلاص، ما حين يتلقوا الترونسبور اللي تكونوا بعيد يتلقوا لهم ترونسبور ويجيو، ما نسلموش في الاربعه، الاربعه ما تتنحاش، والاربعه ما نسلموش فيها حتى تبان حقيقه ولادنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله تبان حقيقه، ماشي غير ما نقولوش غير بو عبد الله عزيز، ان شاء الله تبان حقيقه كاع المفقودين، كل اخر مفقود اخر مفقود. كما انت ما تحبيش كلمه مفقود، قولي لي وليدي خطفوه، ماشي خرج من الدار ما بانش، وليدي داولي من الدار، داولي نبيع من حجري. فوالا وعينك تشوف كما نقولوا حنا، وعيني تشوف. ووقت الكوبغوس شكون يمشي وقت الكوبغوس؟
يا ودي معليش نشكرك ام عزيز على اللي اليوم مارغري كل الناس بزاف راهم خايفين، ناس بزاف راهم متردين على الشجاعه تاع العائلات على بعض الامهات، لاخاطر انا نشوف غير الامهات اللي وقفوا بلا ربعه، ايه واش اللي تحبي والله الامهات هما اللي ولاو، الامهات هما اللي ريسكاو بحياتهم، الامهات هما اللي تقسموا بين نارين، نار ولادهم اللي في الدار ونار الثانيه تاع وليدهم اللي داواه. حنا نطلبوا من ربي ان شاء الله تبان الحقيقه تاع اخر ان شاء الله مفقود، كامل ان مفقودين ان شاء شاء الله الله تبان، وان شاء الله ربي يطول في عمركم ويعطيكم الصحه حتى اللي تبان الحقيقه. وشكرا الله يعيشك صحة. شكرا بنات الله حقا يا صح صح.